بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. جاري كتير وهزاران جاري تر إن شاء الله كين خزمتي قرآن بو أوي بتوانين مقدارك ببي تجويد قرآنك بخوانين تا استا چن قاعدهك من خواندو بكرتي نقل لنا وكتابه بلهم هروا بدم تو معنا مثلا نوني ساكن وتنوين بينج حالتي هي بينج حالته كمان باس كردوا مثلا وتو معنا الف لدواي حروف استعلاء وخص ضغط قض بقورا اخوان ريتو تا استباس مان كردوا لربا بقاف وطيو بيو جي مدال اكري قطب جدين اجر ساكن بون او تري قلقلة او تري قلقلة قورو بچوش شان هي تقريبا قاعده كيش من ويت ويت من ميم بقى بواو في ابي داري بري عليهم ولا الضالين بانك عليهم ولا الضالين بلي ميم بقى بواو ميمي ساكن بقى بواو في ابي ميمك دار ببري بباشي بلي ليو بي بيك عم جاري بلي عليهم ولا الضالين ام جار قاعده ای کیش کوم نو ازم تجوید کان شانیه لم چی زرینا ک تماشا گمان لګرت سیر کم باز قاری خراب خوینه تو قاعده ک من هي او تجوید ک من خوندومه الله ولا مقبل النون ان جا ساکنه کمثل قلنا اظهرا یا ذا المنى الله لام لپیش نون او اگر بساکنی هات دريب خرا دريب خا يخاون عقل قلنا نقلنا فذكر قلنا قلنا يا نار كوني قلنا غلطه ببل قلنا وكم ما كل في جواو فيك وبي درب ري ايش تقريبا ام مقدار قاعده ما نخندو اگر شتك ما لم قاعده انا غلط خوند اظهار درب ري كان بلا فرم ظللنا بلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كر لكم نخير كتب عليكم القتال والقتال وهو كر لكم كاتبرا وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو ما يجوتش من ملي وهو هيك ضم كيدر وهو كره لكم يا قرآن بخون داينا خيرنا جي قناه اشتقشت كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو كره لكم وهو كره لكم كره لكم هيك شي بالاخوافك كتب عليكم القتال وهو كره كره لكم وهو كره لكم وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هر ألف أو اشتخري بسربو ها أن تحبوا أو ألف ناخ من ريتو ها اشتخري نان نان يعني تحبوا وتباشي خندو بلا مهرم بو أقداري أو اشتك شكلي زني هي شكلي سكوني هي بس هر ألف يكوبو أو ألف ناخ من ريتو أن تحبوا شيئا دواي تحبوا هواك ألف يقنية بلى أو ألف ناخ من ريتو تنك أو اشتخري بس هر وين بيخلن روم آياته كتب عليكم القتال وهو كر لكم خراب خندو ديسان كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاريكي تريج بخنارو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. شيئا وهو تنوين قشتو بواو حروف يمونية دغمة لقل غنا شيئا أبي بخدا لوتش وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتمان أو حرفي كلا دواي هنا كو أنه نساكنا كوية أجر باريك بوكوتية أبي غنا كيش بباريكي بلي وأنتم 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 لا تعلمون. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هميشه حرفك جورا وحرفك باريك بدم يكوبن غلط أخوانات حبطت أم طي قوري أم تي برو حبيطت باشي خواندو بلا مبو أقداري. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هميشه تو نوني ساكنه جابه في مشكلتها ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكر
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن حتى أقربو أستي أبي الشدين ونكدر كبير حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا نابي أقربيج روي الله حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة أقربيج وستي الله حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة يعني الشدي جيراوي أو نونابي حل هردو حالتك دركبه حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى يدعون أولئك يدعون إلى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن واو كيف خنر فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أمركم الله أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين متطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أقربوستي وتمان شدينونك في أرحامهن
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إصلاح همي شلد واي الصاد لام بقور اخوان دنا وغلطة زور كزواجك يصلاح يصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به تي ودال مخرج كان نزيك لك ات اد هان لبالك ما قال لي بيت كان نبي بدل فيما افتدت ما افتدت فيما افتدت به فيما افتدت افتدت فيما افتدت به خرابك اي كي بدال فيما افتدت فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا يوم قلقل هنا كي قولي يوم ظنا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ملاقي ولا نسأل الطلاق مرتان بارتش الشركة زور خوشي هيا هميم لبرني بلام توزيك أفرمي خوا أفرمي لقرآن الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان بلين بقوم كردان عيب بحق قرآن جنهنان وطلاق دا وإذا طلقتم النساء طلقتم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم
طلقتم طيقون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر آخر واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون يوعظ به يوعظ به نابل ضم كبكيبا يوعظ به نابل ذلك يوعظ به يوعظ به يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أم قائد ما نخون دو الدال بساكنين قيبتي دالك أكيبتي ودغمكي والله أردتم نالي أرادتم أردت بتي دال لساكن قيش بتي متحرك ذلك أبي بتيو دغم بي تباشخن وإن أردتم نالي وأرادتم نالي وإن أردتم أن تسترضعوا واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله بابا بيتكفارتي أو شعراني كإخواني القرآنك واجبی شل سر من قرآن که واب خونه. والله شتی تایبتی گل لینیا ایلا آوانه به که هر آیتی ل قرآن بحثی افراد و قرصه. بله هر سوره نساء ل قرآن ل همه قرصتره نبرو همه بحثی افراده. یعنی افراد بس كان يعني قرصة مع ملك كردنيج لقل يعني أنا قرصة أبي أقعد لخود به صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.